السلام عليكم. ما سبب فقدان الشباب المغربي للثقة في الأحزاب السياسية؟ هل هذا يعود للدراما وللوعود الكاذبة التي يتقنها السياسي داخل العمل السياسي؟ فمع بداية العد العكسي للانتخابات كل حزب يغني على ليلاه ويطبل لصالح جهته، إلى أن رغم كل ذلك فبلغة الأرقام والإحصائيات التي تؤكد بأن 1% من فئة الشباب هم من يمارسون العمل السياسي، أما الباقي فبينهم وبين السياسة ما بين السماوات والأرض. خرجنا للشارع لنرصد لكم آراء الشباب المغربي حول ماذا تعني لهم كلمة السياسة، وهل سيدلون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة؟ فكانت إجاباتهم كالتالية. السلام عليكم. فبالنسبة للسؤال ديالك الأخ على السياسة، فأنا السياسة كتجيني مسرحية، لأننا فقدنا الثقة في مجموعة من الأحزاب السابقة، كانت وعود وكانت برامج، فما شفنا حتى شي حاجة على أرض الواقع، كل شيء كذوب. فبكل صراحة هذه المدينة كتستحق الأفضل، كتستحق الأفضل، وإن شاء الله كنتمناو الخير. ومن وجهة نظري فأنا غادي فبغيت التغيير وغادي نصوت على اللي كيستحق إن شاء الله. فالسياسة في المغرب كمصطلح فحنا كشباب فقدنا فيها الثقة، حيت كما تيقولوا ما كاينش معامل، كتلقى نفس الوجوه، نفس الوعود، نفس البرامج، كتلقى حزب تحت برنامج ملي تيطلع ملي تينجح ما تيكونش تكون واحد 15% من دوك من ذاك البرنامج. فبالنسبه للتمنيه شو تنبير، انا غادي نمشي غادي نصوت، لانه كيبقى حق دستور، وغادي نصوت ان شاء الله على الحزب اللي ان شاء الله اللي غيشد هذه المدينه هذه وغادي يزيد بها القدام، ويعطي اللي عطى الوعود لهذا الشباب هذا، حيت المدينه تشال الهرم ديالها، فالهرم ديالها مرتفع فيها الشباب ما بدون عمل، فالبطاله منتشره في هذه المدينه هذه. فاللي تنقولوا الرجل المناسب في المكان المناسب واللي يستاهل ان شاء الله لا يوفقوا. اولا السلام عليكم. واش غنقول لك اخويا، السياسه هي واحد المجال اللي ما مفهوماش، حيت فيها شي مسؤولين كيوعدونا بشي حاجه وفي الاخر ما كيديروهاش. بالنسبه لواش غنصوت ولا لا، اكيد بطبيعه الحال ما غاديش نصوت. هذا الشيء معروف على اي شاب مغربي، حيت عارف بلي داك الشيء اللي كنبغيو ما كيدارش، وكنتمناو يكون خير ان شاء الله من بعد الانتخابات اللي غيكونوا قادما ان شاء الله. ما عنديش شي درايه على السياسه، ولكن غادي نعطي الراي ديالي الشخصي باللي التغييرات ما كاينش حتى شي تغيير، كيبان لي الاحزاب هما اللي كيتغيروا، حزب طالع حزب نازل. كنتمناو ان شاء الله الحزب اللي غادي نصوتوا عليه هو اللي غادي يكون عن حسن الظن ديال الناس كاملين، واخا الاغلبيه الساحقه كيكونوا طامعين غير في المصالح ديالهم الشخصيه لا اقل ولا اكثر. السياسه في المغرب بالنسبه لي مصطلح معقد. بالنسبه للصوت ديالي انا، انا غادي نصوت على اوجه جديده تكون شبابيه، اللي غادي تلبي طلبات ديال الشباب، مثلا يوفروا للشباب ملاعب القرب والمسابح والطرقان يكونوا مزيانين. هذا المجلس اللي كاين دابا 10 سنين ما شفنا منه والو. لم تختلف آراؤهم بقدر ما اتحدت واتجهت في منحى واحد، وكأن لسان حالهم يقول أن المنظومة السياسية في المغرب تقول ما لا تفعل. فرغم كثرة الأحزاب العبرة ليست بالكم بل بالكيف. خالد بادو، أخبار الفجر المغربية،